بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد. السمستر ده هنتكلم مع بعض عن التكنيكال رايتنج. التكنيكال رايتنج من السكيلز أو من المهارات المهمة جدا لأي حد في الشغل بتاعه. طبعا الكتاب بتاعنا اللي احنا هنشتغل منه تكنيكال كوميونيكيشن فاندمنتالز، هو الكتاب ده من الكتب الجميله جدا وبيتناول التكنيكال كوميونيكيشن بشكل عام، بس احنا هناخد منه الفصول الخاصه بالتكنيكال رايتنج. تمام. اول شابتر هنتعامل معاه اللي هو انتروداكشن تو تكنيكال كوميونيكيشن سبيشالي التكنيكال رايتنج. ايه العناصر اللي هنتكلم عنها النهارده؟ النهارده هنتكلم عن ديفاينينج تكنيكال كوميونيكيشن، Determining the purpose of your document, planning your document, ethical and workplace. قبل ما نبدأ نتكلم عايزين نقول هي ايه أهمية التكنيكال رايتنج بالنسبة لي؟ حد من الموجودين يقدر يقول لي ايه أهمية التكنيكال رايتنج بالنسبة لي؟ أنا كطالب حاسبات بكل فروعها، ليه مهم إن أنا أعرف أكتب تكنيكال رايتنج كويس أو أعرف التكنيكال كوميونيكيشن بشكل عام especially الرايتنج؟ حد من الموجودين يقدر يجاوبني؟ طيب، أهمية التكنيكال رايتنج بالنسبة لي إنه أنا لازم أكون بشتغل ضمن فريق عمل أو تحت إيدي فريق عمل. طيب، إحنا كفريق عمل خلينا ناخد مثال، لو إحنا بنعمل برمجية معينة أو بنخطط to develop a certain software. تمام؟ طيب، لما هنخطط إن إحنا نعمل software معين، طمنوني على الصوت، الصوت موجود عندنا كلنا؟ لأن في حد في الشاتنج كان كاتب إن مفيش صوت. في صوت؟ من فضلكم في صوت وصل لكم يا جماعة؟ أيوه يا دكتور. طيب تمام. طيب خلينا نرجع للمثال اللي بنقوله، لو أنا ليدر في تيم أو ممبر في تيم بيعمل ديفلوبينج لـ certain software موبايل آب مثلا، هنبدأ شغلنا ازاي؟ هنبدأ ان احنا هنعمل داتا جاذرنج عن الموضوع وعن احتياجات الابلكيشن. طب في نهاية الداتا جاذرنج لازم هنكتب دوكيمنت بالريكويرمنت اللي احنا عاوزين نعملها. لو احنا بنشتغل في الشركة في شركة وعندنا سبونسر، سواء كان الشركة نفسها هي السبونسر او في حد من بره هيشتري السوفت وير ده، فلازم هنكتب كونتراكت معاه بالشغل بتاعنا ده، او هنكتب توصيف للبرنامج اللي احنا عايزينه. طيب انتقلنا في المراحل اللي بعد كده، كملنا الداتا جاذرنج بتاعنا، لازم هنعمل دوكيومنت الداتا ديكشنري، دوكيومنت للريكويرمنت بتاعتنا الفانكشنال والنون فانكشنال. دخلنا لجوه شويه بعد كده هنبدا نعمل الاناليسز. دخلنا في مجموعه ثانيه هتنقل من الاناليسز، مجموعه تاخد الدوكيومنت اللي هي كتبتها والريبورتس اللي هي كتبتها وتعمل بيها الايه؟ الديزاين. مجموعه الديزاين هتبعت لمجموعه البروجرامينج. وهكذا كل خطوات الشغل بتاعتي، كل خطوات الشغل بتاعتي فيها كتابة، فيها كوميونيكيشن ما بيني وما بين التيم بتاعي عن طريق الكتابة. طبعا فيربال، في فيربال وفي عن طريق الايه؟ الكتابة. لكن الحاجة الدوكيومنت اللي بننقل بيها من مرحلة للتانية هي الكتابة. لما تحب تقدم ريبورتنج لرئيسك عن اللي تم في الشغل بتقدمه له ريتن. لما تحب تعمل ريكوست لحاجات انت عايزها بتعملها ريتن. حاجات كتيرة جدا في الشغل بتاعنا مرتبطة بالايه؟ بالرايتنج، ولازم نكون نعرف بنكتب كويس. دايما الشركات لما ان شاء الله تتخرجوا تروحوا انترفيوز بتركز على ايه؟ طبعا بعد ما انت تكون عندك الباك جراوند بتاعتك كويسه، بتركز ان يكون عندك كوميونيكيشن سكيلز، منها الرايتنج. مهم جدا الرايتنج. احد الامثله اللي كنت بدرسها في الاي تي بروجكت مانجمنت، وكان مثال من الامثله الحقيقيه او كان يعني موجود بشكل حقيقي في الكتاب، انه كان في مشروع متعسر تولاه مدير، بعد ما تولاه هو نجحه، ولكن في نهايه الفتره اللي ادوها له خلاص خلوه يسيب المشروع. ليه؟ لانه ما كانش بيهتم بكتابه الدوكيومنت الخاصه بالديفلوبمنت وخاصه بالبروبلم والليرند ليسون، وليه المشروع قبل كده كان متعسر وازاي نجح.
فكتابه الدوكيمنت دي بالنسبه لنا مهمه في كل مراحل الشغل بتاعنا. طيب عايزين نفرق بين مفهومين، ايه المفهومين دول؟ مفهوم التكنيكال رايتنج والاكاديميك رايتنج، في فرق بين الاثنين. تكنيكال كوميونيكيشن is a method of researching and creating information about technical process or product directed to an audience through media. Technical communication بشكل عام من ضمنها writing. The information must be relevant to intended audience. يعني ايه؟ انا بكتب الكتابة بتاعتي موجهة لأودينس معين، لواحد معين او مجموعة من الناس ليهم صفات معينة. فزي ما هنشوف بعد كده، وانا بكتب لازم اخد في اعتباري الناس اللي هتقرا الكلام بتاعي ده او تسمعه، مستواها ايه، علاقتها ايه باللي انا بكتبه، ده بيخش في جزء مهم جدا من تخطيطي للكتاب. الكتابه اللي انت بتكتبها طول عمرك في الامتحانات، في الريبورتات، في كل الكلام اللي فات ده، وهتفضل تكتبها وانت في الكليه، اغلبها هي عباره عن اكاديميك رايتنج. عايزين نعرف ايه الفرق بين الاكاديميك رايتنج والتكنيكال رايتنج. من حيث هنتكلم على الاكاديميك رايتنج، من حيث البيربوس، نوليدج اوف يور توبيك، اودينس، كريتيريا، والجرافيك اليمنت. نفس العناصر هنتكلم فيها عن التكنيكال رايتنج. بشكل عام كده قبل ما نخش في التفاصيل، انت لما بتكتب ريبورت مثلا، طلب منك تكتب ريبورت عن حاجه معينه، وليكن مثلا عن الليتست تكنولوجي ان سكرينز، مثلا الليتست تكنولوجي ان 3 دي برينتر as a part of a certain course. في كورس معين طلب منك تعمل ريبورتنج فيه عن topic معين. بتكتب الريبورت بتاعك وبتقدمه لمين؟ بتقدمه للانستراكتور بتاعك، سواء الدكتور او المعيد في السكشن. طيب هنا بقى البيربوس بتاعي بيكون محدد. النولج بتاعتي للtopic اكيد ان النولج بتاعتي بتكون اقل من النولج بتاعت الريدر. الريدر هنا النولج بتاعته اعلى. الريدر بتاعي مين؟ الريدر بتاعي عاده بيبقى سوبرفايزر، بيبقى الانستراكتور بتاعي، حد اكتر مني علما بالموضوع ده في التكنيكال رايتنج، اللي هي زي مثلا بتكتب ريبورت، بتعمل اي حاجه اكاديميه داخل الكليه، او بتقدم بحث او هو بيقيمني على اساس ايه؟ على اساس الديبث اوف نولج بتاعي، مدى معرفتي بالموضوع. تمام؟ ويستحسن طبعا اني بستعمل جرافيكال اليمنت فيه. طيب لو جينا نبص للتكنيكال كوميونيكيشن، خلينا ناخد مثال على التكنيكال كوميونيكيشن. زي ايه؟ زي انا مدير في شركه مثلا، بعمل ايفالويشن لنوع برينترز، هل هنشتري النوع ده او هنستمر في التعامل معاه، ولا هنغير لنوع جديد، او جاي لي نوع جديد عايز اعمل له ايفالويشن. فديت لي رئيس قسم معين عندي بيستعمله، قلت له لو سمحت اعمل لي ايفالويشن للبرنترز دي، او الشركه دي هنتعامل معاها ولا لا. يبقى هنا البيربوس واضح. البيربوس هنا هيتبعه انه في اكشن. يعني ايه في اكشن؟ يعني بعد ما اكتب الريبورت ده عن البرنترز، سواء هنستخدمها او مش هنستخدمها، الاودينس بتاعي هنا او المانجر بتاعي اللي انا بقدم له ريبورت هياخد ديسيجن، هيشتري الحاجه دي ولا مش هيشتري. يبقى في التكنيكال رايتنج البيربوس بتاعي تو شو يور نوليدج، انا بستعرض معلوماتي ومدى تحصيلي في موضوع معين. بينما في التكنيكال رايتنج انا بكتب لغرض ان اللي قدامي هياخد ديسيجن بناء على اللي انا كتبته. نوليدج اوف يور توبك بتختلف. ممكن اكون انا اعلى، لو انا المتخصص في التكنولوجي دي انا النوليدج بتاعي هتبقى اعلى من الاودينس اللي هيقراه، وممكن يبقى في نفس المستوى. الاودينس بتاعي هنا عاده ممكن يكون مانجر، يوزر، حاجه من دي. الكرايتيريا اوف ايفالويشن، هل مدى معرفتي بالموضوع، لا مدى وضوح عرضي للموضوع، وهل انا ساعدته انه ياخد ديسيجن ولا لا. وطبعا برضو بنستعين فيها بالجرافيك. هنتكلم بالتفصيل اكتر في الاكاديميك رايتنج. ايه البيربوس؟ ديمونستريتنج يور نوليدج اوف توبك، بستعرض مدى معرفتي بموضوع معين. زي ما قلت، لو طلبت منك مثلا تكتب ريبورت عن الليتست تكنولوجي ان 3 دي برينتر، فانت بتستعرض مدى معرفتك بتكنولوجي بتاعت ال 3 دي برينتر، وايه احدث حاجه فيها، وكل ما حطيت مواد علميه في الريبورت، وكل ما كان
غني بالداتا كل ما كان افضل. Your knowledge of topic less than a teacher او less than your instructor. طبيعي انه الانستراكتور لما هيديك تعمل ريبورتنج في موضوع هو عنده more solid background، هو بس عايز يعرف انت ممكن توصل فيه لحد ايه او يختبر your knowledge in this topic. الاودينس هو التيتشر بتاعك، تمام. طب الكريتيريا اوف evaluation، الدبث، مدى غزاره المعلومات، اللوجيك، مدى ترابطها، كلاريتي، يونيتي، جرامر. هيبص للدبث بتاعك، هل انت استوفيت الموضوع كويس، عرضت كل جوانبه، عرضته بطريقه منطقيه، الكلام مكتوب بشكل واضح يسهل عليه قرايته ويقراه ويفهمه، التوبيك اليونيتي بتاعته بيتكلم عن حاجه واحده، وطبعا الجرامر والسبيلنج دي حاجات مفروغ منها. Sometimes used to explain and persuade الاحصائيات والجرافيكس، احيانا بستعملها في عمليات الاقناع والتاثير على الاودينس. Examples زي ايه؟ الايسايز، اي ايساي بيطلب منك انك تكتبها. الاكزامز اللي هي الاسئله المقاليه اللي في الاكزام بتقع تحت التكنيكال رايتنج. البيبرز اللي هي الساينتفك بيبرز، تمام. لو رحنا من ناحيه ثانيه للتكنيكال كوميونيكيشن، فالبيربوس ايه؟ تو اكومبلش ا تاسك. زي ما قلت انا بعمل بكتب علشان مهمه معينه تخلص. ماي بوس asked me to evaluate certain type of printers. My boss asked me to evaluate certain software. I'm writing to demonstrate functional and non-functional features of a certain product that we will produce. يبقى فعشان نقرر احنا هنعمل هنكمل ولا لا، هنعمل هننتج الحاجة دي ولا لا، هنشتري الحاجة دي ولا لا. يبقى انت بتكتب to accomplish a task. عشان اللي بيقرا هياخد قرار بناء على اللي انت كتبته ده. شفتوا اهميه التكنيكال رايتنج ازاي؟ انت في شغلك بتكتب علشان مش not to demonstrate your knowledge، مش عشان تستعرض معلوماتك او توري له مدى معرفتك بالتاسك، قد ما انك بتساعده انه ياخد decision معين. يبقى هنا your knowledge of topic greater than a reader. اغلب الوقت هي greater than الايه؟ الريدر، لان انت المتخصص واللي بيطلب منك ممكن يكون مش هو المتخصص، تمام. زي مثلا انا مدير مشروع بنعمل ابجريدنج السوفت وير وهارد وير في شركه، طلبت من احد الممبرز اللي معايا انه يكتب لي ريبورتنج عن السيرفرز. كان وي ستيل ابجريد السيرفرز اور ريبليسنج ذيم؟ ممكن جدا اكون انا كمدير مشروع الاي تي ده ما عنديش خبره بالتعامل مع السيرفرز. انا مثلا بشتغل الباك جراوند بتاعتي كان بشتغل في حاجه ثانيه، ديفلوبينج سوفت وير مثلا، بشتغل في داتابيز، بشتغل في نتوركينج. انما في شخص معين هو اللي عنده خبره اكتر بالسيرفرز ومدى قدرتهم على تشغيل احتياجات. هطلب منه ريبورت يقول لي هنستمر هنعمل ابجريد ولا هنعمل ريبليسمنت كامل. فيبقى انا كده بقى ايه؟ عندي غرض تو اكومبلش ا تاسك. يبقى اللي بيكتب الريبورت معرفته كمان اعلى مني. الاودينس هنا مش بس التيتشرز ومش سبيسيفيك ومش موجهه، لا ممكن يكون عندي فرايتي اوف بيبل. يعني ممكن المدير بتاعي يكون واخد الريبورت هو هيقراه، وعنده كونسلتنت تاني هيقرا معايا، استشاري تاني هيقرا معايا. ممكن اكون بكتب يوزر جايد هيقراه بقى كل الناس، هيقراه مديري، هيقراه الناس اللي بتشتغلوا، هيقراه اليوزرز اللي هيستعملوا السوفت وير ده. يعني الكتابه التكنيكال ممكن تكون مثلا يوزر جايد، تمام. فاذا عندي فرايتي اوف بيبل وذ ديفرنت تكنيكال باك جراوند، وبالذات كلمه with different technical background دي بتضيف عليا عبء. ايه العبء اللي بتضيفه؟ ان الكلام يكون واضح لمستويات مختلفه. يعني وانت بتكتب في الاكاديميك رايتنج مش كل المصطلحات انت بتهتم انك تشرحها، لان انت عارف ان your teacher has a greater knowledge than you. التيتشر بتاعك عنده نولج اعلى منك. بينما في الاودينس او انا بستخدم اي اكسبريشن معين مثلا في يوزر جايد، انا مش عارف الناس اللي هتقرا هتكون عارفه ده ولا لا، فلازم اهتم اني اي اكسبريشن اوضحه، اي ابريفيشن اوضحه. كريتيريا فور ايفالويشن، كلاريتي اورجنايزد ايدياز ذات ميت ذا نيد اوف بيزي ريدرز. يعني ايه؟
إن الموضوع بتاعي يكون واضح ومنظم، والريدر اللي هيقرا سواء كان يور بوست أو أودينس أو يوزر أو وات إيفر يوصل الغرض بتاعه بشكل سريع، خاصة لو كان يبقى الكريتيريا تو ايفالويت، بقول الراجل ده ناجح انه يكتب جود تكنيكال دوكيمنت لما بيكون واضحه وتناسب البيربوس او الاغراض بتاعت انه البوست بتاعي او الناس اللي بتقرا بتاعتي فيري بيزي، فعايز يوصل للمعلومة اللي هو عايزها في اقل وقت ممكن، وهنشوف الكلام ده بنعمله ازاي في الكتاب. طبعا الاستاتستيكال والجراف سبورتنج يور ايديز used to explain condition and present alternative course of action. سواء في التكنيكال او في الاكاديميك، الجرافيكس حاجه مهمه جدا لانه human is a visual creature. احنا بطبيعتنا visual creature، بنبص على الرسمه وبيلفت انتباهنا وبنفهم منه اسرع. طيب examples of technical documents: in-house correspondence, short report, long report, proposals, proposal to propose a project or an idea, website. يبقى كل الانواع دي امثله in-house correspondence اللي هي المكاتبات اللي جوه الشركه، المكاتبات اللي بيننا وبين بعض. طبعا التكنيكال دوكيمنت دي ممكن تبقى in-house وممكن تبقى لبره، فمنها in-house، منها short report. short report ده بيكون صفحه او اثنين، long report كبير عدد كبير من الصفحات، proposal to propose your idea about project or something websites. يبقى لو حبينا هنا نقارنهم بشكل سريع هنلاقي انه في الاكاديميك رايتنج you write to display your knowledge، بتستعرض مدى معرفتك في الموضوع. في ال technical writing play practical role on the job، انت بتكتب عشان غرض في الجوب بتاع، عشان غرض في الشركه، to take a decision، to take a certain decision، عشان ناخد قرار معين. تمام؟ هنا academic writing completed by student for a teacher، هنا completing by an informed writer to an uninformed teacher. informed يعني واحد عنده خلفية عن الموضوع، بيكلم واحد عنده ما عندوش خلفية عن الموضوع. زي ايه؟ زي مثال انا قلت طلبت من حد من التيم بتاعي يكتب لي ريبورت can we upgrade this servers أو the current servers or replacing them. أنا ما عنديش معلومة، ما عنديش decision. طلبت المتخصص إن هو يديني reporting، هل هنستمر في السيرفرز دي ولا هنعمل لها replacement. أوكي؟ طيب. بالنسبة للأكاديميك aim to satisfy one person. أنا بكتب لماي تيتشر أو اللي هيحكم لي البيبر أو اللي هيقرأ الكلام ده، بينما في التكنيكال كوميونيكيشن read by many readers. ممكن يكون واحد بس في الغالب بيكون عدد أكبر من الريدرز بيقروا الدوكيمنت بتاعتي دي. تمام؟ يبقى دي اهم الفيتشرز او اهم الفروق بين الاكاديميك رايتنج والايه؟ والتكنيكال رايتنج. List some typical on the job writing assignment. Although not exhaustive, the list does include many of the writing projects you will encourage, of the writing project you will encourage. طيب، examples هنا في ايه؟ في عندي في الانهاوس example على الانهاوس examples
ميموس تو يور بوس، كتبت ميموس صغيره عباره عن ورقه. روتين ليترز تو كاستمر، ببعت للكاستمر سواء انا كاستمر سبورت برد عليه او ببعت له انفورميشن او بقول له بمع الصيانه. جود نيوز ليترز، جود نيوز ليترز ببعت للعميل بتاعي اقول له حاجه كويسه مثلا، او ببعت لموظف كان مقدم على وظيفه بقول له ان انت اتقبلت في الوظيفه. باد نيوز، ما عنديش حل لطلب التكنيكال سبورت ده، او طلب واحد كان مقدم لي طلب وظيفه وانا رفضت، فدي اكزامبل على الايه الباد نيوز. سيلز ليتر، تمام. الكترونيك ايميل، الايميل برضو تعتبر من الان هاوس. طيب شورت ريبورت، امثله على الشورت ريبورت. طبعا تلاحظوا انه في الكورسبوندنج ان هاوس اور اكسترنال، انه هنا الميموز والروتين، الميموز دي انترنال، الميموز دي دايما دائما وابدا تكون انترنال. الروتين ليتر تو كاستمر دي ايه اكسترنال. جود نيوز باد نيوز ليترز ممكن يبقوا انترنال او اكسترنال. السيلز ليتر دي اكسترنال، الالكترونيك ايميل انترنال واكسترنال. وهناخد بعد كده، هناخد بعد كده في الفصول الجاية التفاصيل الخاصة بيهم بالظبط وإيه محتوياتهم وتفاصيلهم. طيب short report in house or external زي analysis of problem، ده داخلي أو ممكن يكون خارجي لو أنا بقدمه لسponsor أو customer. recommendation، equipment evaluation، بقيم مجموعة من المعدات. progress report، progress report احنا عملنا ايه في المشروع اللي مكلفين بيه ده، تمام. ممكن يكون long report the complex problem analysis، project report مثلا، closing report، visibility study دراسة جدوى، or other document. دي أنواع مختلفة للدوكيمنت. هنبدأ نتكلم دلوقتي على example على ال short report. ال example على ال short report ده موجود في إيه؟ طبعا في الأول لازم يكون موضح أنا بعت لمين ومين اللي هيستقبله والسبجكت. خاصة لو أنا بعته بره الشركة. في ثلاث أجزاء بنسميهم A B C، abstract والبادي والconclusion، مقدمة وتفاصيل وconclusion في القرار النهائي. في المقدمه دايما بدي ابريفيشن على البروبلم بتاعتي، انا بتكلم عن ايه، انا باعت الليترز ده عن ايه، انا بكتب الميموز دي عن ايه، وات از ذا بيربوس. يبقى دايما في الابستراكت هنا بطلع منها ايه، لو جبت لك زي كده ابستراكت في الامتحان، البيربوس الغرض. البادي بيكون فيه التفاصيل، الشغل المكتوب، انا فحصت برودكت معين، انا فحصت سوفت وير معين، انا بكتب مثلا هو جود نيوز، بشرح تفاصيل بقى للموظف ده هيجي يعمل ايه. طيب الكونكلوجن لازم يكون فيها سبورتنج للديسيجن، بعد الفيتشرز اللي شرحتها على الماشين دي او على الحاجه دي اتس جود تو يوز ات، بعد السوفت، بعد الشرح اللي شرحته عن السوفت وير ده اتس جود تو ري تيست ات، هنختبره تاني ونشوف. بعد ده لو سمحت تعالى قابلنا في الميعاد الفلاني عشان هتستلم الشغل بتاعك، او لو باد نيوز بعد ده لو سمحت احنا هنقدم فرص ثانيه بقدم فيها بعد كده. يبقى لازم هنا الدوكيمنت بتاعي عاده تكون عندي الاي بي سي، الابستراكت والبادي بتاعها والكونكلوجن، تمام.